خلينا نرجع مرة تاني لملف الكهرباء، وكنا قلنا لحضراتكم لقاء مهم جدا جمع النهاردة وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر بوزيرة الطاقة القبرصية، وحديث عن المشاريع ما بين الدولتين. نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذا اللقاء من خلال استقبالنا عبر التليفون دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. مرحبا بيك يا دكتور معانا. أهلا بحضراتكم يا فندم، تحياتي ليك وتحياتي للمتابعين الكرام. دكتور، النهاردة لقاء ما بين وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر ووزيرة الطاقة القبرصية، طبعا احنا عارفين ان في مشروع مهم بيربط الدولتين وهو مشروع الربط الكهربائي، عايزين نتعرف على اهم يعني ما تم تناوله خلال لقاء اليوم، ونتيجة لهذا اللقاء ما تم توقيعه من اتفاقيات او يعني مذكرات تفاهم. هو طبعا زي ما حضرتك اشرتي، اهتمام الدوله المصريه وسياده الرئيس في ان مصر تكون مركز اقليمي وبحواري لتبادل الطاقه، حكم ما تم من طبعا من طفره كبيره في قطاع الكهرباء وخطوط الربط اللي ما بيننا وبين الدول، والعالم كله بيتجه زي ما حضرتك اشرتي للربط الكهربي ما بين القارات وبعضها. ويمكن كان في مذكره تفاهم تم توقيعها بالفعل ما بين الجانبين المصري والقبرصي، وايضا ما بين المصري واليوناني، وكان هناك ايضا توقيع مذكره تفاهم ثلاثيه بحضور الرئيسة. طبعا المتابعه اللي بتتم واللقاء اللي تم، اول حاجه الجزء الخاص بكيفيه تسريع خطوات تنفيذ مشروع الربط ما بيننا وما بين قبرص وبالتالي اليونان، ويتم الربط مع الشبكه الاوروبيه، وكمان في نفس الوقت التعاون ما بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقه والخبرات المتبادله ما بين الجانبين. ده ايضا من ضمن النقاط اللي تم تداولها، بالاضافه الى المجالات الجديده اللي مصر الحمد لله بتخش فيها بالنسبه للطاقه النظيفه على مستوى الهيدروجين الاخضر والطاقات المتجدده. ده من ضمن النقاط اللي تم بحثها بين الجانبين النهارده. دكتور، المشروع وصل لمرحله، واصله لفين دلوقتي مشروع الربط ما بين مصر وقبرص؟ هو طبعا بياخد وقت طبعا بالنسبه لي لاستكمال الاستشارات الخاصه بتنفيذ هذا الخط، لان الخط ده اهميته زي ما احنا اشرنا ان هو بيربط ما بين، مش بس ما بين مصر وما بين قبرص، لا ما بين مصر واوروبا وايضا ما بين افريقيا واوروبا. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو الوصول الى افضل الخطوات التنفيذيه لتنفيذ هذا المشروع، ان هو بياخد وقت، يعني مش بين يوم وليله زي ما بيقولوا، ولكن الاهم من كده هو اهتمام الطرفين سواء مصر او قبرص او اليونان ايضا في اتمام هذا المشروع، لان هو هيعود بالنفع لكل الاطراف زي ما حضرتك بتتابع واحنا بنتابع كلنا اهتمام الدول بصفه عامه واوروبا بصفه خاصه بموضوع الطاقه والتحديات اللي بتواجه الجميع في موضوع الطاقه، وكمان في نفس الوقت حرصهم على الحصول على الطاقه من المصادر المتجدده. ومصر الحمد لله وافريقيا ايضا غنيه بالطاقات المتجدده، وفي رؤيه واضحه وطموحه جدا بالنسبه للطاقه المتجدده. هل في نوع من التعاون ما بين مصر وقبرص في مشاريع تانية غير مشروع الربط الكهربائي؟ طبعا هو في، احنا منفتحين جدا على كل الشركات العاملة في مجال الطاقة سواء قبرص او الدول الاوروبية، طبعا بالخبرات اللي موجودة سواء في مجالات الطاقة المتجددة او في مجالات التدريب المتبادل وتبادل الخبرات، والحمد لله كمان ايضا الخبرات اللي تراكمت عندنا من الاحتكاك مع الدول الاجنبيه ادى الكوادر عندنا والشركات المصريه الخبرات الكبيره اللي بتسمح لها ايضا بالتعاون وفتح مجالات ليها على الاراضي الغير مصريه الخارجيه، بالاضافه الى ان احنا يعني منفتحين جدا على القطاع الخاص والشركات العامله في الطاقات النظيفه سواء طاقات الرياح والشمس والهيدروجين الاخضر للاستثمار على الارض مصر.
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على كل المعلومات الخاصة بالمشروع ده.